احنا طبعا هنقول ان جمال بيه في اجازه مرضيه لغايه لما تشوف الوزاره هتقول ايه في مصر. انت رايك ايه يا ناجي بيه؟ والله يا سياده السفير لو سمحت لي يعني انا رايي غير كده. طب انت شايف ايه؟ نقول الحقيقه، نقول اللي حصل بالظبط من غير سياسه ولا لف ولا دوران. الموقف اللي خده جمال عبد الناصر هو موقف ناس كتير جدا في مصر والعالم العربي، واللي عمله في الاتجاه ده طبيعي جدا. موقفه ده ممكن يحرجنا، خصوصا انه قبل الحفله بيوم واحد. سياده السفير، وزير الخارجيه بتاعنا ساب انور السادات في كامب ديفيد، ولا انا مش موافق. والمبادره اتعملت والحفله برضه هتتعمل. عموما انت هتكون القائم باعمال المستشار الاعلامي لحد ما يبعتوا لنا حد. انا تحت امر سعادتك. اهلا بحضراتكم معانا في الحالي. النهارده بنتناقش في قضيه اختلفت الاراء عليها بشكل كبير وكان لها صدى في الشارع المصري بسبب الجدل الدائر عن هذه القضيه وهذه الموقف. زي ما حضراتكم بتشوفوا على الشاشه دلوقتي في عدد كبير من الشباب يتظاهر ضد اقامه حفل لثوره يوليو في السفاره المصريه في تل ابيب. عاده هذه المناسبات الدبلوماسيه بيحضرها الحكومة الإسرائيلية وعناصر ورموز من الحكومة الإسرائيلية على أعلى مستوى ممكن. النهاردة برحب بضيفي الأستاذ مصطفى كمال وهو صحفي في جريدة اليسار المصري. برحب بوجود حضرتك معنا في الحالي يوم يا فندم. ومعنا أيضا من مؤسسة صحفية قومية الأستاذ فهمي ممتاز. برحب بوجودك معنا في الحالي يوم. والمستشار الإعلامي السابق الذي ربما أثار كل هذا الجدل، المستشار الإعلامي السابق لسفارتنا في إسرائيل الأستاذ جمال عبد الناصر. برحب بوجودك معنا. أستاذ جمال تقدم باستقالته وترك السفارة اعتراضا على إقامة هذا الحفل. في ملحوظة مهمة جدا أنه الحفل يقام الآن وإحنا بنتكلم مع حضراتكم في فندق دانيال في إسرائيل. أستاذ مصطفى عايز أبدأ مع حضرتك، إزاي شايف الموقف الرسمي تجاه كل هذا الجدل الدائر؟ أولا في البداية أحب أقدم التحية والتقدير والاحترام والتبجيل للأستاذ المناضل العظيم الأستاذ جمال عبد الناصر. الحقيقة اللي أثبت بالدليل القاطع دلوقتي إنه بالفعل اسم على مسمى، وإن القضية لم تنتهي بعد، وإن هذه الأمة ذاخرة دائما برجال مرفوع الرأس والقامة والهامة. بس الموقف العجيب والكريه والحقير لبعض المصريين اللي للأسف قاعدين دلوقتي بيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا وبيشربوا مع السفاحين المجرمين، مجرم الحرب. ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت يا استاذ مصطفى ثانية واحدة. المصريين اللي انت بتتهمهم بالخيانة دول بيقوموا بواجبهم على اكمل وجه. مفيش داعي ان احنا نلقي التهم جزافة. المصريين دول يا أستاذ شريف مصريين شرفاء بيقوموا بعملهم دلوقتي، العمل اللي أقرته مصر بسياستها وحكومتها وصالح مصالحها العليا. أرجوك يا أستاذ اديني فرصة أكمل كلامي، أرجوك ما تقاطعنيش. أرجوك أنت حضرتك انتقي ألفاظك. لو سمحت طيب. ما تقاطعنيش أنا هرجو حضراتكم أنتوا الاثنين رجائين، أولا أنكم توجهوا كلامكم ليا، ثانيا أن احنا نهدى علشان نقدر نسمع بعض والمواقف تقدر تبان امام المشاهد والمتابع. استاذ جمال سبت سفاره ليه؟ عرفت اسباب قرف جمال عبد الناصر في الحال يوم بعد الفصل.
أنا بعرف أتكلم عبري كويس، بس علشان دي احتفالية بعيد ثورة يوليو أنا هتكلم عربي، وأعتقد إن كنتوا بتفهموا اللهجة المصرية كويس بالأفلام اللي بتشوفوها والأغاني اللي بتسمعوها. السفارة المصرية بترحب بحضراتكم وبتشكركم على حضوركم. والحقيقة أنا بعتذر لأن أنا قائم بعمل الملحق الإعلامي وهو مش موجود معانا. أنا ملحق إداري، وأنا يعني الحقيقة مش واخد على الوقفة هنا يعني، ولا بعرف في الخطب الجعلصة دي والكلام الكبير. إنما في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، لازم تعرفوها كويس، وأنا مصر على ده. حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ولازم تسمعوني كويس. أنا عمل لكم شوية فول بالقوطة تاكلوا صوابعكم وراها. يعني الأكلات مصرية، الأغنيات مصرية، والليلة ليلة مصرية، وأرجو إن كنتوا تنبسطوا معانا، وشكرا. ده يا راجل ايه؟ ده انت طلعت اعلامي كبير قوي. اعلام نعمة، انا ما كنت عارف انا بقول ايه. هما فهموا اي حاجة؟ اه طبعا فهموا. امال يعني كانوا بيسقفوا ليه؟ انا هما سقفوا لما قلت فول بالقوط بس. انا بعتبر موقف السيد المستشار الاعلامي موقف متخاذل منسحب، ما اقدرش اعتبره بطولة واحتفي بيه واعمل له تكريم في الوقت اللي فيه اخرين بيقوموا بواجبهم وبيعملوا لصالح مصر. لا معلش لو سمحت لي يا استاذ فهمي، اللي عمله السيد جمال عبد الناصر موقف تاريخي لا يمكن انه يتنسي ابدا. وانا شخصيا بطالب الشعب المصري والشعب العربي انه يلتف حوالين هذا الرجل، الرجل اللي قال لا في الوقت اللي كلنا بعنا فيه القضيه.